بذر ونسف وتدمير لمربعات سكنية بأكملها، سواء كانت في المنطقة الشرقية من مدينة غزة أو في المنطقة الغربية. حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني، السكان هناك يحاولوا بأدوات بسيطة، أدوات بدائية، معاول، كل ما هو متوفر داخل المنازل يتم استخدامه من أجل الوصول إلى المصابين والضحايا أو الناجين تحت ركام هذه المنازل. نتحدث عن تدمير مربعات بأكملها في منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تدمير 7 منازل بشكل كامل، وهذا يصعب عملية الوصول إلى ناجين. حتى هذه اللحظة نقل من هذه المنازل مدمرة، سواء كان في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة أو مخيم الشاطئ في المنطقة الغربية، أكثر من 50 ضحية، ولكن العدد مرشح للزيادة لوجود عدد كبير من السكان حتى هذه اللحظة تحت ركام المنازل التي دمرت وقصفت ببراميل متفجرة، سواء كان في المنطقة الشرقية أو الغربية. حتى قبل قليل يعني الجيش الإسرائيلي قصف صباح هذا اليوم منزلا في حي الصبرة في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة، وخلف هذا الاستهداف 8 ضحايا. وقبل قليل أيضا تم استهداف مقر للنوروا، في هذا المقر تم استهداف غرفة الأمن في البوابة الشرقية للصناعة التي تتبع للنوروا في وسط مدينة غزة. هذا الاستهداف خلف سقوط 5 ضحايا، ومعروف أن كل هذه المقرات الأممية الموجودة في مدينة غزة وشمال قطاع غزة وهنا في مناطق الجنوب هي هذه النظام أو هي مراكز إيواء، تحولت كل هذه المقرات الرسمية للمنظمات الأممية إلى مراكز إيواء تأوي بداخلها عدد كبير من السكان. وهذا المركز، مركز الصناعة في مدينة غزة، يأوي عدد كبير من السكان الذين نزحوا من منطقة شمال قطاع غزة، سواء مخيم جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون، كل السكان في هذه المنطقة أو جزء كبير منهم نزح باتجاه منطقة غرب مدينة غزة، والتي قال الجيش الإسرائيلي عنها أنها آمنة، وحتى هذه اللحظة ينزحوا باتجاه هذه الأماكن، وتم استهدافهم قبل قليل في مقر الصناعة. نتحدث هنا على أن الإصابات كثيرة والدماء كثيرة في هذه المنطقة، ومصابين ومفقودين حتى هذه اللحظة تحت الركام، لم يتمكن أحد من الوصول إليهم في ظل إمكانيات ضعيفة لمستشفى المعمداني في منطقة وسط مدينة غزة. ليس لدى الطواقم الطبية في هذا المستشفى القدرة على التعامل مع كل هذا الكم الكبير، سواء بإجراء عمليات عاجلة أو طارئة أو حتى عملية تحويل للمرضى والجرحى والمصابين إلى مناطق جنوب قطاع غزة، هذا ممنوع. الجيش الإسرائيلي يفصل منطقة الشمال عن الجنوب ويمنع تحويل أي مصاب أو جريح بحاجة لأدوية، بحاجة لدماء، لوحدات دم. هذه اللجات الآن ممنوعة من الدخول إلى مناطق شمال قطاع غزة، ويمنع تحويل حتى الجرحى إلى منطقة الجنوب. نعم، من دير البلح وسط قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا لك على كل هذه المعطيات.